بعد أن أكثر المسلمون عليهم النشاب والرماح التجأوا إلى جانب من الحديقة، فبحث وحشي عن مسيلمة، فرأى مسيلمة عن بعد فهز حربته. في نفس الوقت عبد الله بن زيد بن النجار من الأنصار الذي قتل مسيلمة أخوه ذهب باتجاه مسيلمة بالسيف وضربه بالسيف في الوقت الذي ضربه وحشي بالحربة. لكن الحنيفية ماذا قالت؟ إن الذي قتله صاحت أحد النساء فوق أحد الحصون قالت ووضاعاه، يعني الجميل مسيلمة، قتله العبد الحبشي بالحربة اللي قتل بالحربة فيها، هز الحربة وأرسلها عليه كما أرسلها سابقا على حمزة رضي الله عنه. وطبعا هو مسيلمة كان بالرواية تقول كان يقاتل كالجمل الأورق. نعم. لأنه في روايات تقول أنه دميم، وهذا يعارض بمقتل مسيلمة انتهت المعركة.